على الأسعار في سوق سيدي البحري، كيفاش لقيتها في المتناول؟ غالية رخيصة؟ شوف ساعة، مرحبا بكم، تحياتي لكل رجال الإعلام. أنت أذكر في تونس وخارج تونس. شوف هذا سؤال ربما ما يتسألش، ليش؟ لأنه يعني ولد صغير مازال عمره 5 سنين كيمشي للعطار كعبة الحلوى كانت 200 فرنك لقاها ب 500. باش تحكي على غلو الأسعار؟ معناها ناس تعبت، ناس عيات، ناس فجت وكهو. تصوري في بالك الغزال، الغزال كان ب 10,000 9,000، قلت البارح تعب نشوف الغزال هكا كبروا قداش 22,000. الدوبل ماشي بعيد، التاكسيات تاخذ تاكسي يقول لك بولت، خديت تاكسي من قدام محكمة التعقيب العين زغوان تتكلف 11,000، قال لي بولت باش تعطيني 30,000 في النهار البارح، وعطيته 30,000 بور با كريان بروبليم. يعني الاسعار والتسيب في مشكله الاسعار كبير برشا. نرجع لمشكله الماء بالليل لو سمحتي. مشكله الماء ماهيش صونات مسؤوله على الماء، صونات يعطوها 500 متر و1000 ايتر 500 مليون ايتر توزعها. اذا في الدوله لازم تجيب لها الماء، هي ما عندهاش صونات ماء، عندها ماء الرئيس المدير العام نتاعها اللي يعطوه له ويستعملوا هكا ولا بربي. ودي تحكي على الصونات، خلينا باش نسالوك على الاقالات اللي كل مره تصير في ظل معناتها التقصير هذايا. يعني ما همش مسؤولين عليه المسؤولين. نكلمك بصدق ما يسالش، هل يعقل انه قاعدين نعيطوا تو مده شهر ونستناو وقتاش انتخابات ومنتخابات، وقالوا يا سيدي يلزم بيتقاعد 3000. قلنا يا سيدي ما يسالش يلزم بيتقاعد 3000. من بعد ما يلزم بيتقاعد 3 بنهارين طلعنا بتاع الاخر شنيه؟ كل من عنده قضيه موجوده في المحكمه ان كانت جنحه او جنايه او مدنيه لا حق له في التمتع ببطاقه 3. هل يعقل من قال يا سيدي السيد هذاك ما تعطوش بطاقه 3 وبعد 6 شهور 7 شهور تحكم بعدم سماع الدعوه، حرمته من الانتخابات، صحيح ولا لا؟ اكثرش من هيك يقول لي. شوف نقول لك حاجه، يمكن تحط يقعد في بقعه ظلمه وبدي بدي الناس خايفه، اللي باش يتكلم خايف راه، واللي باش يتكلم راه دبيله على روحه لسانه مكتفينه، صحافي ومواطن وتاجر وكواعجي وكل خايف، الناس كل خايف. انا راني نقول عمري 75 سنه نحب بلادي، ولد بورقيبه ولد بلعلي ولد النظام ونحب بلادي، فهمتي؟ العباد راه هنا هنا. هل يعقل هل انك تقبلي انت تونسيه كيلو نتاع الكرموس زيدي ب 26 دينار تعدي تو للواحات هاكا ب 26,000، كي تقول له يا ولدي غالي علاش مش معاه؟ يقول لك برا للرئيس رخيص. نحكيو على الكرموس واحنا معناتها بلاد الكرموس، نحكيو على الزيد واحنا بلاد الزيد، نحكيو على كل الخيرات واحنا تبارك الله بلاد الخيرات. كل شيء عنا، كل شيء عنا، كل شيء عنا، مش ممكن اللي قاعد يصير، مش تو الخونة ودري شنو والمتحايلين واللي صدوا في يا خو تصدف العكر انت يا ربيتر حطيتك. اما تزفر بالقدا وجيب لي ترح ولا لوح زفر. يعني كمواطن تونسي لا تعنيك ان كانت الازمات مفتعله ولا والا شكون وراء الازمات، تعنيك انك توفر شوف. لك شواتاك. كلمه باش نقول لك اكبر منك انت تجيب انت. الشعب التونسي شعب طيب، شعب لا يفتعل، شعب ما يقصش الماء، شعب ما يعملش الشر. الشعب التونسي كل 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 12 مليون يخاف، يخافوا من ربي، وشعب طيب وما يعملش هذا. كل اذا ما عندناش الاحتكار مثلا؟ ما فيش احتكار، فيش احتكار عند الدولة. أنت تبيع في القهوة، أنت تبيع في السكر، أنت تبيع في الوحدة، الاحتكار عند الدولة. لكن اليوم قاعدين نشوفوا واحنا نحكي ونحكي شوف. وخاصة خلينا نحكيوا على الأزمة نتاع المواد الغذائية، خاصة في كي صارت في في في, في طنبك الأزمة، خلينا نحكيوا في الأشهر السابقة. تمشي العطار، معناتها انت تحكي التوانسة كنا طيبين والتوانسة كنا باهين، تمشي العطار، العطار واللي يبيع بالمعارف واللي يبيع بالبيع المشروط، شنو هو ذنب مثلا الزوالي ما ينجمش يخدم ما ينجمش ياخذ يا غالي؟ حكيتي على حاجة صغيرة تو انت، لا حكيتي على عطار، شوف لها ظاهرة مش عطار واحد. العطار، العطار هذوك الصغار لا مراقبة لهم، العطار هذوك الصغار اليوم يبيع لك بك وبشكوتو بدينار، غدو يقول لك دينار و200، بعد غدو يقول لك دينار و300، بعد غدو يقول لك بدينارين. هذوك ما نحكوش عليهم، نحكوا على الامور الكبيره. نحكيو هكا ولا نحكوا على الامور الكبيره؟ نحكي يا لالا، قلت البارح انا في مونوبري اللحلح باش عطوني زبك وسكر. اي يعني هذوما يتلحلح بهم جزء من الشعب التونسي. ياك ما هذاك اللي عندهم، نمشي يجيبوا لك هما. انت مسؤول عن السكر، انت مسؤول عن القهوه، مش انا. مش انا، انت مسؤول خويا.
عموما حسب ما فهمنا من كلامك انه الغلاء اللي قاعدين نعيشوا فيه في بلادنا هو ماهوش مرتبط بالازمه العالميه واللي صاير في العالم بل في سياسات الحكومات وسياسه الدوله. بينسير بينسير سايب القهوه سايب السكر سايب كذا توتوني موجود توتوني لاباس فهمني شنو نعملوا بهم نحن العشره من الناس اللي كان على غنوشي خليه يسمعها هو ياكل في الكرافات الرويال راهو في المرناقيه ردي بالك ويدوش من المسخور وعمره 86 سنه انا بلي بزون دو لوي احنا شو عملنا شو ما عملناش شو شو نقول لك انا حسن صدقني او لا تصدقني قاعدين ماشيين في ثنيه غلطه برشا والماء باش يهزنا على على عدد فئه من الشعب التونسي خويا تحب صعيد تحب على روحه اما انصحه قول الكلام اللي قلته انا قول يا خويا راه انت ما تبيعش القهوه راه انت ما تبيعش الدخان راه انت ما تبيعش كذا يرحم والديك وهذا مشكله نتاع الشارع هذا كلام انا نعرفه انا فهمت فهمت كيفاش؟ إذن به قلت إنه البلاد ماشية وراجعة بالتوالي ماناش ماشيين نحو برشا مدام أنت تعرف هذا وأنا نعرف هذا فهمتي؟ كلنا نعرفوه لكن ما عادش لكن هذا ماهوش متفق عليه كل الشعب التونسي ثم جزء ما نحبش نزيد ندخل في شتي ساخر شتي ساخر ما نحبش ندخل في المقوفين ثم مرأة توقفت ما عندها حتى شيء الإيقافات خاصة فيما يتعلق بالسياسيين حسب رأيك لا تأتي في إطار تطبيق القانون والمحاسبة بل تصفي الحسابات السياسية حسب رأيك أعطيك واحد بركة من الموقوفين ميساش خذ ما عندي مرأة اسمها عبير موسى وشاولها نهار 3 أكتوبر عندها ملف باش تصبوا هذي تعافينا محل باش تصبوا في مكتب الضبط بعث الكاتبة العامة متاحها وعاد المنفذ قالوا قلوا تجي هي مشيت هي ماضي ساعتين قعدت واقفة قالت لها ما هو عندي تليفوني والبورتابل ومعايا محامي وعاد الملف راه عندي ملف باش نصبوا قالوا استنى غادي شوي لو تروا خليه يسمع لو تروا يعمل هكا اختي الاربعة ونص الخمسة غير ربع ما عمل شيء جات زوز كاميونات خطفوها هزوا لمركز حلق الواد علاش مركز حلق الواد؟ على خاطر احنا منطقة كرطاج تتبع مركز حلق الواد هزوها اختي وقت اللي عدوها المحضر نتاعها محطوط لو 2 اكتوبر وهي وقفوها لو 3 اكتوبر فهمت كيفاش؟ يا سيدي اعطونا اش عملت واذبحهم اذبحهم يا سيدي اعدمهم اما ورينا اش عملوا نحب نذكر بحاجه رئيس الحبيب بورقيبه في محكمه بن صالح عداها في التلفزه مباشره حمد بن صالح خزر له الرئيس وقتها ذولي محمد صالح عياري قال له مو المهندسين يعاونوك علاش تحب تعمل كل شيء وحدك؟ تعرفش قال له؟ قال له البعيد يرزيك فيهم في التلفزه مش وعدونا قالوا لنا المحاكمه دي مش عدوها في التلفزه عدوا هنا عدوا هنا وين يعد وين؟ فيما يخص الانتخابات الرئاسية اليوم معناتها نجموا نحكيوا على منافسة حرة ونزيهة ولا؟ ما تنجمش، هاي يقول لك حاجة. يا سيدي توا جمعتين التالي قال لك يلزم بطاقة عدد ثلاثة. قلنا يا سيدي يلزم بطاقة عدد ثلاثة. اش عملوا لهم لا الكريمة؟ لا ما عادش بطاقة عدد ثلاثة. لا ما عادش بطاقة عدد ثلاثة، بطاقة عدد ثلاثة. إذا عندك قضية نتاع اعتداء بالعنف الخفيف في المحكمة، اعتداء بالعنف الخفيف معناها ما تحكمتش فيها. ما عندكش حق معناها اللي عنده قضيه عنف خفيف ما عندوش حق بطاقه سابق نظيفه ما يعرفوش ليه قالوا له لا هذه يعاودوا فيها في في في, في الفيسبوك عاودوا فيها البارح الناس تباكى قال كيفاش يقول لنا اللي عنده قضيه ما يخصنيش شكون قال لك انت في التعقيب ولا في الاستئناف مش حق معي اللي عدم يسمع الدعوه من قال لك هذا انا ولا انت ما تحب العدال يا خليه هكا كان تحكم هذاك موضوع ثاني هكا ولا كانني غلط قول لي ميساج